بسم الله، الحمد لله، والله أكبر. نرجو للآية اللي قال فيها ربنا: فإذا هم بالساهرة، أي دفعتهم القبور إلى سطح الأرض باش يعيشوا البعث. مالا تجيب بالك هو تردمت وقلت أرحام تدفع وأرض تملى لا تملى، وبعد تخرج برا حضر القرآن حديث مولانا عن أحوال الأرض كيف تقول للكافرين، لاحظ يعني غير يغيروا بكفرهم وعربدتهم، فتبدأ تتوعدهم تقول هاني هاني نستنى بكم، وقتاش تكونوا في بطني وضيق عليكم خلالك حتى تختلف أضلاعكم فسترون صنيعي بكم. إذن هما في وقتها في حفرة من حفر النار، أم لا مثل هي لعب. فإذا هم بالساهرة، تبدلت الظروف، قبل كنت تكذب ها وقلت هيا أعطينا اللي وعدنا به ربي، ها وعطاك تو، عيجبكش العطاء هذا، مش صح، تحقق مش صح. ولكن انتم قوم لا تفقهون، وزاد دي بورني، وزاد دي جون فيرمي، ونو سوي ريان دو لا ريفيلاسيون كال سوا دو لا تورا او دو ليفونجيل او دو كورون. والسلام على اهل الاسلام.